يعني لك دور الحجاج في مسيرتك الفنية؟ مفترق طرق. جنون، شيء غير طبيعي. الحجاج يعني جنون بكاركتر، بشخصية إشكالية بالتاريخ. كان لها حكينا قصتك لما نعطوك الدور. كنت بمكان عام الحقيقة، وكنت خلص تصوير، وكان وزير سالم عنده حضور، وكان جساس يعني على كل لسان الحقيقة، يعني وين ما روح الجساس من مرة جساس من مرة. عرض علي الحجاج، وقبل أن يسند لي هذا الدور المركز العربي يعني لطلال عوامل المنتج ووجه له تحية، بعت لي الوراء وقريت، وكنت بمكان عام مع مجموعة من الأصدقاء، إجاني تليفون منه قال لي قريت الوراء، طلعت لبرا وعم كفي المكالمة خارج هذا المكان يعني. قلت له قريت، قال لي حبيت، قلت له حبيت، قال لي شو رأيك يعني بالعمل، قلت له عظيم يعني نص رائع. وكتبوا الروائي الأستاذ جمال أبو حمدان، وكان مدهش الحقيقة يعني. أنا ما بعرف أنه رح يلعب دور الحجاج يعني. قلت له شو الدور بدي يلعبه؟ قال لي الحجاج ابن يوسف صخر. قلت له أنا الحجاج ابن يوسف؟ قال لي إيه. قلت له كيف قررت يعني أو شو؟ قال لي أنا شايفك أنه بتقدر تلعب الدور. ارتبكت بهي اللحظة وما عرفت إذا راح أرجع لعند أصدقائي اللي قاعدين خبرون ولا روح على البيت، ولا أرجع أقرأ مرة تاني، أرجع أشوف المسؤولية اللي وقعت على عاتقي، هم كبير، دور كبير. ولقيت حالي ماشي بالطريق ورايح باتجاه البيت، ونسيت أنه صافف سيارتي قدام المحل، تذكرت يعني ضيعت السيارة. ضيعت سيارة الحقيقة، وفعلا ضيعت سيارة وما عرفت وين صافف السيارة طبعا. يعني كانت لحظة مربكة جدا طبعا يعني. كان مفترق ربع. Thank you.